سأختم أيها الإخوة بالإشارة إلى ما يعرف بآلة الخبرة Experience Machine. المفكرون والفلاسفة في الغرب هنا يتحدثون عن آلة افتراضية تسمى آلة الخبرة. ما شأنها؟ ما عملوها؟ آلة الخبرة طبعا فكرة، مجرد فكرة، يعني فكرة ذهنية. آلة الخبرة آلة يمكن إذا اتصلت بها أن تدخلك في عالم افتراضي. هذا العالم الافتراضي يتيح لك أن تخبر شتى أنواع الرغائب واللذائذ، ويعطيك إمتاعاً وسعادة وبهجة، happiness وpleasure وكذا وenjoy، شيء بلا حدود تقريباً. لكن الخيار أمامك شوي إيه؟ حدي. ما إن توافق على أن تربط بهذه الآلة حتى يمتنع عليك أن تعود إيه؟ إلى هذا العالم، وحتى تنسى بالمطلق أنك مربوط بها. لن تكتشف بعد ذلك أنك إيه مربوط بهذه الآلة. لكن المكافأة ما هي؟ أنك ستعيش عالماً لاذاً، سعادة وبهجة، تستوستيرون افتراضي يعني، على مستوى عالي جداً، بهجة ولذة ونشاط وسعادة عجيبة. طبعاً بين قوسين هذا موضوع آخر، إن اللطيف جداً أعتقد، شوف أنا لم أرى سعادة في وجهكم، إنه إيش هالآلة هذه؟ يخرب بيت مبنية، صح. الغريب أن معظم البشر هنا في الغرب حتى وهم يطلبون المتع واللذائذ، حين سئلوا تخصية آرائهم هل تقبلون بأن تربطوا بهكذا آلة؟ معظم قالوا لا. هذا أوحى العلماء النفس، هذه أبحاث نفسية، أوحى إليهم وإلى المفكرين طبعا الأخلاقيين أن السعادة ربما لأول مرة ليست حالة مشاعرية أو وجدانية أو نفسية يعيشها الإنسان، لا، هذه لا تكون سعادة. لو كانت هذه السعادة، والسعادة في رأي مذهب رهيب جدا تقريبا هو نصف الفلسفة الأخلاقية، هي إيه؟ هي الخير الأسمى، هي الخير الأبعد الأقصى المطلق عندهم، ولم صحيح كما أشرت في الخطبة ربما إيه السابقة. طيب هي السعادة، طريق السعادة نصلك بآلة وتعيش أسعد سعادة، لا، السعادة ليست حالة وجدانية معيشة، بل هي هذا زائدا، هذا أهم شيء، ماذا؟ الوعي بأسباب هذه السعادة. ليش؟ ليش أنا سعيد؟ عشان إيش؟ إيش السبب؟ إيش مثار هذه السعادة؟ إذا لم نكن واعين بمثار هذه السعادات، لكن أقول لكم على فكرة، المؤمن العارف، اللهم عرفنا بك كما عرفت الصالحين يا رب العالمين والعارفين، المؤمن الصادق العارف الذي يعرف الله أكثر من غيره، مزيد معرفة، أنا أقول لكم مع كل معرفة زائدة هو ماذا؟ أسعد. لذلك أهل الله هم أسعد عباد الله، ترى وجوههم تطفح بالسعادة والرضا والبشر يا إخواني. بس هذا يحتاج إيه؟ إلى تحليل. على كل حال نعود إلى آلة إيه؟ آلة الخبرة. آلة الخبرة هذه أيها الإخوة يمكن أن توحي إلينا بفكرة أخرى مزعجة جدا جدا. في الحقيقة كلنا تقريبا، والاستثناءات نادرة جدا جدا، اللهم استثنينا، كلنا تقريبا والاستثناءات أندر من النادر، مربوطون. مربوطون وين؟ احنا مربوطون، موصلون، موصلون بهذه الآلة، ويا ريتها آلة لذة وسعادة، لا، آلة عقم وجذب روحي وفكري وعاطفي أيها الإخوة وإبداعي، بالتشريط الذي يمارسه علينا ماذا؟ المجتمع والأمة والجمهور والمؤسسات والتاريخ والثقافة. تشريط كما قلت في البداية لا يعرف الرحمة، يهرئه وبعد ذلك ينتج كما قلت لكم منتوجات متشابهة جداً، نمطية، معروف ومحسوب، كيف تسلك، كيف تفكر، ماذا تريد، يعني أشبه بالآلات، أشبه بالآلات. أعتقد أن الخواجة أو الملا نصر الدين جحا يمكن أن يعيننا وأن يسعفنا لكي نفك إيه؟ هذا التشريط، لكي نقطع هذه الأسلاك والروابط ونتحرر، لنحاول أن نقارب العالم بعيون جديدة، بعدسات جديدة، لنحاول أن نرى ما لم نره من قبل. اللهم أرنا.